وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد عادل عسومي رئيس البرلمان العربي. مرحبا بك، وكيف تقرأ نجاح الدور الذي لعبته الجامعة العربية منذ إنشائها إلى هذا اليوم في تعميق التعاون العربي في كافة المجالات؟ مرحبا طبعا جامعة الدول العربية نشأت في ظروف دولية صعبة وبالغة التعقيد، كانت تخطط بداية قوية لوحدة الصف العربي. طبعا على الرغم من العديد من التحديات التي واجهتها على مدار العقود الماضية، إلا أن الجامعة بذلت قدرتها على الصمود في وجه تلك التحديات، هذا في حد ذاته إنجاز يحتاج لها. وطبعا منذ أنشأتها وضعت الجامعة هدف تعميق التعاون وتعزيز التعاون العربي في مقدمة أولوياتها. حققت العديد من الإنجازات في مسيرة التكامل العربي على الرغم من بعض الصعوبات التي ما تزال قائمة في هذا المجال، وتحتاج إلى حلول جذرية لاستكمال مشروعات التكامل العربي خاصة في المجالات الاقتصادية. طبعا كما تعمل المنظمات الوظيفية التخصص التابع لها الجامعة والبالغ عددها 13 منظمة على تحقيق الهدف ذاته من أجل تحقيق استكمال مسيرة العمل العربي المشترك. نعم، جامعة الدول العربية أيضا تقوم على عدة مبادئ راسخة، ومن أهمها أهمية التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، فكيف أسهم هذا التعاون في تحقيق المصالح العليا للدول العربية؟ طبعا جامعة الدول العربية تمثل شرح عربي سامح ولديها علاقات متعددة متنوعة تقريبا مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، منظماتها ومكاتبها المتخصصة، وتعمل على توظيف تلك العلاقات من أجل خدمة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية العادلة. ولا تقتصر علاقات الجامعة مع المنظمات الدولية، بل أنشأت أيضا منتديات دولية مع العديد من القوات الدولية الكبرى بها ناقشة تلك العلاقات وتوظيفها في خدمة مصالح الشعب العربي الكبير. طبعا من خلال دبلوماسية نشطة، وتمحي لي هذا الجانب عن صحتي رئيس البرلمان العربي أن أشيد بدعم جلالة الملك للعمل العربي المشترك بشكل عام للجامعة الدول العربية، ودعم جلالة الملك كان له دور مهم في تعزيز التعاون والتكامل العربي في تحديد المجالات الدبلوماسية البرلمانية البحرينية دائما خاضرة نحو لم الشمل العربي ودعم العمل العربي المشترك. والبرلمان العربي يثمن عاليا هذا الدور الكبير اللي يلعبه جلالة الملك حفظه الله ورعاه في العبد مملكة البحرين. بلا شك هذا يعني مثال يحتذى به للتعامل مع القضايا العربية. فطبعا البرلمان العربي يشيد الدور دعم جلالة الملك في هذا الجانب. نعم، سعادة السيد عادل عسومي رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.